حاصرت الدبابات والشبيحة. هنا رجعتين المواصلات على المداريس، ليكو شفتهم؟ جاهزين. شفتهم؟ في أهالي باب السباح. إيه دار المعارة. تل أبيب 1/7/2011. واصل الشارع. هذه أصوات الرصاص. هؤلاء حماة بشار. حمير بشار. لا تطلع، تطلع 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 الله اكبر عليك. والله ما بعرف. في كاتب خدي، في كاتب خدي يا اخي، خبرنا كاتب خدي. انت شو رقم الدولة؟ هذا التليفون، هذا التليفون. هذا وين بدك تجي؟ هلا حتبقى وين ولا وين؟ بده ما عنده حد جنب جمعيته بالصباح. وين مقر الجمعة في نادي اسمه؟ جنب جمعيته بالصباح. جنب استصهار. وين بس وين بالضبط انا في المكان؟ يا اخي خبرونا. شوف يكون عندك غريس. رجع 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 يا حبيبي. الله يسلمك. ما حدا عم يسوي بعدية. يكون عندك غريس. تسلم. هنا في تل أبيب ما بيحطوا يا حجي لا هدول الكلاب هدول. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. هذا خجار ولا يمكن اي خجار؟ وين حي باب السباع 1/7. عندنا مدرسة الاستقلال في باب السباع. يسقط الجبان، يسقط. ارحل يا بشار يا حمار. هذه الدبابة على أحد مفارق حي باب السباع. خذ الشباب وبعدونا لا تشلقوا. خذ الشباب وبعدونا والله. 1/7/2011. احد شبيحة النظام. شبيحة الاسد يصوبون على اهالي حي باب السباع 1/7. القناص. مزح يا شباب. بلا مزح هلا بالليل. مزح انسحب. بينوا ليه؟
جنب الألعاب. أخي شايف سجن بين سجاريك وطالع شيء إنه من هون عم يصور. إيه من جنبه من جنبه عم يقويس هذا الكلب هيك من تحت من وراها عم يقويس. بس عم يقويس فوق. صوت إطلاق الرصاص. واحد سبعة. هاي باب السبعة. أربعة عندي. ألعاب نارية. هذه هي أسلحة الدمار الشامل في حي. هات يا حمار يا الدح ما حد سويت.